المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم ما جاء فيها. الخطوط الجوية الإثيوبية تستأنف طيرانها إلى العاصمة أسمرة. عملية جراحية للعيون في أفعبت. ندوة حول كيفية استخدام السماد الطبيعي في مندفرة. نحو 300 قتيل منذ بداية العام جراء اشتباكات في مالي. اتفاق تاريخي للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي واليابان. والموجة الحارة باليابان تودي بحياة 14 في مطلع الأسبوع. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بدأت الخطوط الجوية الإثيوبية رحلاتها إلى العاصمة أسمرة اليوم الأربعاء 18 من يوليو بموجب إعلان السلام والصداقة الموقع في العاصمة أسمرة يوم 9 من يوليو بين إريتريا وإثيوبيا، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 20 عاما. واستقبل الطائرة من طراز بيوينغ 787 التي وصلت ظهر اليوم، وعلى متنها كبار المسؤولين الإثيوبيين والخطوط الجوية الإثيوبية، وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ووزير المواصلات والاتصالات السيد تسفاسلاس برهاني في استقبال رسمي بمطار أسمرة الدولي. وأقلت أكثر من 400 راكب يتقدمهم رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايل ماريام دسالين، ووزير الدولة في وزارة الخارجية البروفيسور أفورقي كاسو، ومسؤولين آخرين، والمدير العام للخطوط الجوية الإثيوبية السيد تولي جبرا ماريام، والمستثمرين والتجار والفنانين والصحفيين. ويتضمن بيان السلام والصداقة المشتركة الموقع في 9 من يوليو على 5 أعمدة، من بينها أن تشرع الدولتان في العلاقات التجارية والمواصلات والاتصالات. وعلى هذا الأساس بدأت خدمات الاتصالات في ذات اليوم، وبدأت رسميا خدمات الطيران اليوم الأربعاء. وتبين هذه التطورات بأن تطبيق إعلان السلام والصداقة الإريترية والإثيوبية ينفذ على مراحل. أجريت جراحة العيون في مستشفى أفعبت ل 145 مواطن من مديريات أفعبت وقارورة ونقفة لإزالة زرقة العين. وقد أجريت العمليات الجراحية بعد الفحوصات الطبية التي جرت لعشرة أيام ل 629 مريض من 3 من يوليو. وقال أخصائي طب العيون الدكتور بإمنة تسفال الدت إن المرضى كانوا يتوجهون سابقا إلى مصوع لتلقي خدمات جراحة العيون، وقد تقرر إجراؤها في أفعبت للحد من المنصرفات وهدر الطاقات نتيجة البعد. وقال الممرض تسفى ألم بأن خدمات جراحة العيون التي بدأت في مستشفى أفعبت ستزيد من عدد المستفيدين في المستشفى وتخلق الارتياح للسكان. وأشار المرضى إلى معاناتهم السابقة معربين عن سعادتهم للحصول على الخدمات الطبية عن قرب. من جانبه أوضح المدير الطبي لمستشفى أفعبت الممرض أسرات أمينة عن تقديم مواعيد ل 137 مريضا لإجراء العمليات الجراحية لهم قريبا. قدم سيمينار في مديرية مندفرة حول تعزيز معرفة المهنيين الزراعيين والمزارعين فيما يتعلق باستخدام السماد الطبيعي، وقدمت الندوة نظريا وتطبيقيا. وأوضح خبير حفظ المياه وحماية التربة في المديرية بأن الندوة التي قدمت في منطقة عد مونغوتي اشتملت على كيفية إعداد حفر لعملية السماد، وإعداد مواد خامة تتطلبها عملية السماد، عملية إعداد السماد الطبيعي، إضافة إلى كيفية الاستفادة من السماد في الأراضي الزراعية. وأوضح السيد في السهية مكنن لوكالة الأنباء الإريترية المتابعة الجيدة التي أبداها المشاركون مدركين أهمية السيمينار. وقال المهندس الزراعي فاسيل تخلاي إن السماد الذي يعد بطريقة سهلة يلعب دورا كبيرا في إخصاب الأراضي الزراعية، مناشدا المزارعين والخبراء الزراعيين الاستفادة منه وإجراء التوعيات عن أهميته. وذكر المشاركون استثنائية السيمينار الذي قدم لهم نظريا وتطبيقيا، مؤكدين أهمية استخدام السماد لمضاعفة إنتاجهم.
قدمت دورة لأربعين من المهنيين الصحيين الناشطين في المؤسسات الصحية في الإقليم الجنوبي تساعدهم على تسيير أعمالهم بنجاعة وفعالية. واشتملت الدورة التي انتظمت في مدينة دبارغة في الفترة من 9 و14 من يوليو الجاري على خدمات الولادة وطب العيون والأسنان ورعاية الجنين والأطفال وعلاج ورعاية المرضى، إضافة إلى الأخلاقيات الصحية. وأوضح السيد إسحاق تخلي مسؤول وحدة الخدمات الصحية في مكتب الصحة بالإقليم أن الدورة المنتظمة هي استمرارية للدورات التي تنتظم عبر مراحل يهدف إلى توسيع معارف المهنيين الصحيين العاملين في المؤسسات الصحية في مختلف المجالات وتعزيز كفاءاتهم، معبرا عن أمنياته لتعيينهم على حل الإشكاليات التي تظهر أثناء تسيير أنشطتهم. وأشار المشاركون إلى أن الدورة تساعدهم لتعزيز معارفهم وتجاربهم العملية، داعين الدفع بمثل هذه الدورات باعتبار المهنة الصحية تتطلب تنظيم دورات والتجديد المستمر. تبرع الإريتريين المقيمون في إسرائيل ب 143,325 دولار لرعاية أسر الشهداء وكذلك تنمية صندوق أمانة الشهداء. وأوضحت المعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن 123,885 دولار من تلك التبرعات التي أرسلت عبر السفارة الإريترية في إسرائيل خلال 6 أشهر أصبحت دخلا لرعاية أسر الشهداء، كما دفع 27 شابا لتبني كل واحد منهم أسرة شهيد واحدة 19,440 دولار، أي 720 دولار لكل واحد، وذلك نتيجة لحملات التوعية الجارية لتبني الشباب أسر الشهداء بجمعية فينوتيس مأتات بإسرائيل. وناشد القائم بعمل سفارة الإريترية في إسرائيل سيد سلمون كنفي أن المواطنين استمرارية العمل أو ناشدهم لاستمرارية العمل النبيل الجاري لمساعدة المحتاجين وتبني أسر الشهداء باتخاذ مبادرات عملية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن ما يقرب من 300 مدني في مالي قتلوا منذ بداية العام الحالي في اشتباكات بين ميليشيات متنافسة، فيما يهدد تصاعد وتيرة العنف في أنحاء البلاد لإجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الشهر. ومن المقرر أن يتوجه الماليون إلى مراكز الاقتراع يوم 29 من يوليو في انتخابات تهدف لوضع نهاية لستة أعوام من الاضطرابات السياسية وهجمات المتشددين الإسلاميين والاشتباكات العرقية، لكن الوضع تدهور خلال الشهور الماضية وانتقل إلى بلدان مجاورة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن 289 مدنيا على الأقل قتلوا في 99 واقعة اشتباك بين الجماعات المحلية منذ بداية العام الحالي، وذلك بحسب تحقيقات أجرتها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي. وأضاف أن 75% من هذه الوقائع حدثت في إقليم موبتي بوسط مالي، وأن أكثر من نصفها وقع منذ بداية شهر مايو الماضي. وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، يأمل الطرفان في أن يقوم بدور معادل لقوى الحماية التجارية التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي الاتفاق التجاري الطموح الذي يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة في العالم في ظل مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلص دور التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي. والاتفاق التجاري بين اليابان والاتحاد الأوروبي أيضا مؤشر على تغيير العلاقات العالمية في الوقت الذي يبعد فيه ترامب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة عزمه بحث رسالة واضحة مفادها وقوف الاتحاد الأوروبي ضد الحماية التجارية.
ذكرت وسائل إعلام يابانية أن الموجة الحارة الشديدة التي تسود البلاد تسببت في مقتل 14 على الأقل خلال أول 3 أيام من الأسبوع، وعرقلت عمليات الإنقاذ في مناطق اجتاحتها السيول وقتل فيها أكثر من 200 شخص في الأسبوع الماضي. واشتدت الحرارة في المناطق غير الساحلية مثل مقاطعة جيفو، حيث بلغت درجات الحرارة 39.3 درجة مئوية في بلدة إيبيجاوا، وهي الأعلى على مستوى البلاد. وسجلت العاصمة طوكيو درجات حرارة بلغت 34 درجة مئوية في اليوم ذاته. وذكر تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم بسبب الحرارة خلال مطلع الأسبوع، ويعالج آلاف آخرون في مستشفيات من مشاكل صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. حصل دواء صيني جديد لعلاج مرض الزهايمر على 4 براءات اختراع عقب اجتيازه كافة المعايير المحددة عالميا، تمهيدا لدخوله مرحلة التجارب السريرية البشرية. والدواء الصيني يسمى فشل بيديرون، وقد توصل إلى إنتاجه فريق من أساتذة الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية. وأظهرت نتائج كافة البحوث الصيدلانية أن الدواء الصيني الجديد قادر على حماية المخ من نقص الأكسجين الذي يؤدي بدوره إلى تلف الخلايا العصبية، إلى جانب قدرته العالية على تنشيط وتحسين الذاكرة. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في الختام إليكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.